السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص الحلقة الثانية من أنمي المزارع الأعظم. راح أخلي اسمه في التعليقات، ولو أول مرة تشوف القناة خلي اشتراك، وأهم شيء صلي على النبي. ويلا بينا تبدأ الأحداث وسط العاصمة الملكية. آل والأميرة يتمشون، وآل لأنه مزارع بيشوف الخضروات فقط، هذا ملفوف وهذه بطاطس. والأميرة قالت له هل أنت مهتم بالطعام، وهي كانت تقصد هل هو جائع. ليرد عليها هذا طبيعي أنا مزارع. بعدها لاحظ شخص يبيع الأسياخ المشوية مع الفلفل وأخذ اثنين، واحد له والاخر للاميرة. بعدها سأل الاميرة هل عادي ان تتجول مع العامة، لترد عليه ان التجول وسط الناس يفيدها في معرفة احوالهم، وهذا واجب عليها، كما انه عليها معرفة ما يأكله شعبها، فهذه ايضا من مسؤوليتها. بعدها الاميرة اخذت آل الى النقابة، لكنه كان متردد في الدخول، وذكرها انه لا يريد ان يكون محاربا، لتقول له اعلم انت تريد ان تكون مزارع، ليقول له انه سوف ينخرط في النقابة من اجل تلك الارض التي اعطوها له فقط. بعدها قالت له ألا يناديها بالأميرة هنا لكي لا يكتشفوا أمرها، فليناديها بفيليا، ليقول لها أنهم سوف يكتشفون أمرها، لترد عليه أنها لديها حلية شعر معالجة بالسحر كي لا يتمكن أحد من التعرف عليها. بعدها دخلوا النقابة التي كانت مليئة بالمحاربين. بعدها جاء أحدهم ونظر لآل وقال له أنت هو ذلك الشجاع، وسحبه لمكان التسجيل وقال لهم أنه جديد، لكن بطنه صرخت بسبب الجوع، لهذا أخذوه لكي يأكل أولا. ولما شبع قالت لها البنت يلي بتسجل يلي اسمها هيلين أنه ذكر في سجله أنه مزارع، وسألته لماذا يريد أن يكون محاربا، ليقول لها أنه تلقى مساحة أرضية من شخص مقابل السيطرة على الوحوش، لهذا مهنته الأساسية هي الزراعة، لكن ينوي أن يصبح مغامر. بعدها جاء أولئك الأبطال يلي كانوا في الحلقة الأولى يقاتلون التنين، وقالوا لآل لابد أنك من قضيت على تنين الغابة من مستوى S بضربة واحدة. كل من كان وسط النقابة صدموا، تنين من مستوى S هزم بضربة واحدة، ومن من؟ من مزارع؟ لا، هذا شيء غير مقبول، ليقول لهم أنه مجرد مزارع ألقى بإحدى التمار كانت في يده عليه، هذا كل شيء، التنين انفجر لوحده، ليقول له حتى لو كنت مزارع فأنت موهوب جدا، خليهم بس يشوفوا أنه عنده 65,000 نقطة وراح يعرفوا مستوى الموهبة اللي عنده. والبنت التسجيل قالت له أنه لو وقع في أي مشكلة وكان يريد معرفة أي شيء يمكنه أن يسأل ويستشيرهم. وقال تعرف عليهم، الكبير اسمه جاك، والبنت شعرها الأزرق اسمها لاميا، والولد الآخر اسمه لوك. وقالوا لآل أنهم يتطلعون لقتال الوحوش معا. بعدها آل قال أنه يريد أخذ مهمة، لتقول له بأنه جديد، لهذا سوف يبدأ من المستوى الأخير مستوى جي. وآل لم يفهم، لتقول له أن المستويات المحاربين تبدأ من جي حتى اس اس، المستوى جي للمبتدئين والمستوى اس اس للأبطال، لذا يكون التدرج من جي إلى اس. وبما أن آل موهوب يمكنه أن يصل لمستوى اس بسرعة، ليقول آل في نفسه أنه لن يحاول أبدا الوصول لمستوى اس، لأن ذلك سوف يجعله محط للأنظار فقط. بعدها أعطت مهمة لجمع 10 أعشاب من غابة كريم، وعليها البحث عن أعشاب ميلك التي تستخدم في العلاج، فهي عنصر رئيسي للمحاربين، وأعطته لائحة بالوحوش التي قد تكون في الغابة، وهو كان سوف يذهب لكن ليس لديه أي سلاح، لتقول له تلك البنت أنها سوف تعطيه رداء سحري سوف يعزز من قوتها الدفاعية. ولما لبس الرداء طلع فخم عليه، والبنت شكلها أعجبت بآل. بعدها قالت له أن عليه أن يبذل قصارى جهده كمحارب، ليقول آل مع نفسه أنه كان واثق بأن حياتها الزراعية ستنهار. بعدها شكر البنت اللي اسمها هيلين وغادر هو والأميرة، ليقول بعدها للأميرة أن الوحوش موجودة في الغابة، لهذا لا يمكنه أن يأخذها معه، لهذا سوف يفترقون الآن. وقالت له أنها سوف تأتي لتفقده غدا. وآل ذهب للغابة وبدأ يجمع في الأعشاب. بعدها وجد شعار مرمي في الأرض، وتذكر أنه شاف ذلك الشعار في لائحة الوحوش الموجودة في الغابة، وهو بدأ يقرأ في اللائحة ووجد ملاحظة بالأحمر أن العفاريت لديهم غريزة خارقة على التزاوج، لذا يميلون باستمالة لأي نوع من جنسهم أو من الجنس البشري. في تلك اللحظة عفريتا كانت خلف آل وشكلها وقعت في حب آل من أول نظرة، وآل من حظه وجدها أنثى وقفزت على آل يلي بدأ يصرخ، بس ظهر جاك يلي قتل العفريتا. بعدها ظهرت لاميا ولوك وقالوا له أنه في أول يوم له صدف أنثى عفريت، هذا يعتبر سوء طالع. بعدها آل أراهم ذلك الشعار يلي وجدوه، ليقول له جاك أنه شعار لوحش مجهول، ومن النادر أن يتواجد
الأسد في غابة جرين. ربما يكون التنين الأسود، لكنه يعيش إلا في الثقوب الريب المرتفعات. لتقول لهلاميا أنه عنصر عالي القيمة بإمكانها الحصول على الكثير من المال إذا باعه. بعدها قرروا يرجعوا للمدينة قبل حلول الليل وسألوا آل هل سوف يستطيع أن يكمل مهمته. ليقول لهم أنه يحتاج لعشب واحد من الملك، لكن فجأة هالة سوداء قاتلة أحاطت بهم. هالة قوية جدا، جاك وفريقه تجمدوا مكانهم من شدة الرعب، ليظهر بعدها ذلك الوحش الذي ظهر من العدم. وآل شعر بالرعب من رؤية الوحش أمامه، وكان ذلك الوحش تنين أسود لكن مر بجانبهم فقط، لم يهجم عليهم. ليقول آل هل كان ذلك الوحش هو صاحب الشعار؟ ألم يلاحظ وجودنا؟ بعدها التف ليرى إحصائية التنين، لكنه صدم مرة أخرى لأن إحصائيات ذلك التنين لا تظهر بشكل جيد وكانت مرتفعة بشكل غير عقلاني، وذلك كان واضح من شدة الهالة المنبعثة منه. في تلك الأثناء هيلين كانت تحلم بكابوس، ولما استفاقت لاحظت أنها نامت بثياب العمل. وفي اليوم التالي جاءت المرأة التي ربت هيلين ولاحظت أنها ليست بخير. لتقول لها هيلين أنها فقدت ذاكرتها مرة أخرى، فهي لا تتذكر شيء منذ أن عادت البارحة. لتنصحها المرأة بألا تتعب نفسها بالعمل كثيرا وعليها الذهاب لزيارة الطبيب. بعدها جاء آل وسألت عن مهمته، لكنه قال لها أن الوقت ليس مناسب، فهو الآن يريد إبلاغ عن أمر طارئ جدا. ولأن الأمر طارئ أخذتهم لمقابلة رئيس النقابة، وهناك قالوا له أنهم رأوا تنين أسود في غابة جريم. وعندما رأى آل إحصائيته بدأ أن قوته تتراوح بين 230,000، وهذا رغم مبالغ فيه كثيرا، يعني بإمكانه أن يخفي بلد بأسرها في رمشة عين ذلك التنين من نوع ماليفونت أوروبوروس. وسألوا رئيس النقابة هل يعرف شيء بخصوص هذا التنين، وهو كان متفاجئ من سماع الاسم. وهيلين لما سمعت الاسم شعرت بإغماء سريع، لكنها قاومت وأكملت استماعها. لتقول لميا أنها كانت ستفقد الوعي بوجود ذلك التنين بالقرب منها. لو كان شخص عادي لكان قد فقد وعيه، لهذا يظن أن أغلاق غابة جرين فورا هو الحل الأمثل. بعدها أخرج آل ذلك الشعار الذي وجده في الغابة. وهيلين لما شاهدت الشعار تغيرت ملامح وجهها، وهيلين تذكرت بعض الذكريات من الماضي وفقدت الوعي. بعدها أخذوها لترتاح قليلا، وون أم هيلين بالتبني قالت لآل أن هيلين لا تتذكر أي شيء عن طفولتها، كل ما تتذكره هو اسمها وارتداؤها للزي اللي أعطته لآل. ومنذ 15 سنة وجدتها وون هي وزوجها بجانب نهر سنوز، وهناك تبنوها لربما لديها رابط مع تنين أوروبوروس. ليقول آل أنه سوف يحاول معرفة الأمر، فهو الوحيد الذي عرف إحصائية التنين، ربما يعرف شيء آخر إضافي، كما أنه من الخطر ترك هذا الشيء يتجول بيننا. لكن تلك المرأة قالت لآل أنه مجرد مستجد لن تسمح له بفعل شيء خطير كهذا. الأمر عليه أن يتركه للمحاربين والجنود أصحاب المستوى إس. لكن آل قال أنه سيكون بخير، لن يذهب لغابة كريم، سوف يبحث في الجوار فقط. بعدها تلك المرأة أحضرت وصفة تعافي لآل ليأخذها معه، وقالت له لو توصل لشيء عليه أن يخبرها وسوف تكافئه. بعدها وهو خارج التقى بساعي البريد وأحضر له رسالة، وآل تفاجأ لأنها من أمه. بعدها آل ذهب للمكتبة ليبحث في الكتب عن التنين. بعدها وهو يقرأ كتب قال التنين عنده قوة 230,000، لكن محاربي في آس لا يتعدون 1,000. حتى روميو عندما قضى عليه آل كانت قوته تصل إلى 5,000، وآل قوته 50,000، يعني لمواجهة التنين يحتاجون 6 من آل. بعدها ذهب عند المديرة يريد معرفة تقارير عن هجوم التنين قبل 15 سنة، لكن ليس لديها الإذن لكي يطلع عليهم، لأن ذوي المستويات العليا فقط من يمكنهم أن يطلعوا على تلك التقارير. لكن تدخلت الأميرة واستطاع بفضل الاطلاع على التقارير، ووجد أنه قبل 15 سنة تمحوا قرية هونون التي بالقرب من النهر سنوز الذي وجدوا فيه هيلين، ووجدوا في تلك المنطقة جبل من الأنقاض. بعدها اختفاء القرية هونون وجدوا شعار مثل الذي وجده آل، ولما بحثوا عنه أدركوا أنه شعار يعود لتنين ماليفونت أوروبوروس الذي قيل أنه هلك منذ أمد بعيد، ويقولون أنه تنين خالد. لكن عندما قاتل عدوه الوحيد ذلك التنين قد لقى حتفه، لتقول الأميرة إذا لماذا شعار
تيمين موجود هنا، هل تم إحياؤه؟ لو كان حقيقي فنحن في خطأ. بعدها قررت الأميرة أن تذهب هي وآل للبحث عن قرية هونون ويستكشفوا تلك المنطقة. ولما وصلوا لها وجدوها محطمة كما قرأوا في الكتب، وآل سمع شخص ينادي عليه وبدأ يلاحق الصوت حتى وصل أمام قبر. يظهر طفل قال لآل يمكنك سماعه، لكن الأميرة لم تستطع رؤية ذلك الطفل وكانت تظن أن آل يتحدث مع نفسه. ليعرف آل أن ذلك الطفل شبح واسمه ران، ليقول رأي أنه كان هناك منذ مدة ينتظر من يسمعه، وأخيرا جاء شخص يمكنه أن يتحدث معه. لتنتهي الحلقة الثانية من أنمي ملك المزارعين. أتمنى أن ينال المقطع إعجابكم، لا تنسوا تخلوا لايك للمقطع وملتقانا في المقطع.